اخباركم؟ مبروك عليكم شهر رمضان، والحمد لله بنبتدي شهر رمضان باول دوري ان شاء الله يثلج صدر الجميع ان شاء الله. بنبتدي فئتين ان شاء الله، فئه الاوبن وفئه الونتن، وبنبتدي بالقرعه. Alright, here we are, RC drag racing, no prep, 132 feet. Okay. Let's go, Abdullah and Tilkash. Slammed. Salawat. I'm out of here. بطيء ان جمع الطاير اوكي جمع الطاير اند بطي راوند 2 جمع شباب جاهزين عندكم عليك ما شاء الله يا راشد راشد سالم اوكي جاهزين شباب جاهزين سلطان بطي اوكي جابر عند عزام لا عزام اوكي عبد الله الشريف عند جمع الطاير عبد الله عبد الله عبد الله اوه عبد الله انفجار تام انفجار تام عليكم عليك راشد روح يا نار والله كفو على السلام بس واحد رجعت اوكي الكاش فيرسز راشد 110 سكيل ليتس سي ذا بيست راشد اوكي راوند 2 الكاش عند راشد عبد الله عندكم عليك تحسين عليك تمام على الحدود كنت ابغى اكثر من الثالث بس الحمد لله ثالث كويس بليس نوت باد يس كونجراتيليشن برو ثانك يو برو اوكي ثيرد اند فورث بليس 110 كاتيجوري 3 سيل اونلي علي صار فات الكاش الكاش وين؟ هو قال اوكي فيرست اند سكند بليس 110 سكيل الوصل ولا هي يا لاعب الوصلين عندكم حلين 110 فاينل
جابر ام 210 فاينل عندكم عليك جابر الاول جابر لا يغلب كله اوكي فيرست اند سكند بليس اوبن كاتيجوري اوبن كاتيجوري فايتنج جاهزين شباب ما شاء الله راشد يس اجلب الشارع Let's see the second round between these two beasts. Rashid Paul, head to the red. عذاب. توج الأول والثاني والثالث وبيتوج الأول بالنقاط في فئة واحدة والفئة الثانية بعد بيتوج الأول في النقاط. اللي حصل على المركز الثالث في فئة ال 110 ثريسل سلطان الكاش كافو زين والثاني في فئة ال 110 ثريسل راشد محمد والأول المتألق الزعيم الفنان ب 125 نقطة في فئة ال 110 ثريسل جابر كافو مشكورين فئة الأبطال الأوبن والمحترفين والأقوياء بنبتدي بالمركز الثالث عبد الله الشريف في المركز الثاني ب 95 نقطة مرة ثانية للوجه الجديد راشد محمد والأول ب 125 نقطة وفعلا وجه جديد وأول سباق وأول بطولة وياخذ الأول عزام عيسى استاذ